السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك سعيد. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. بهذه المناسبة هذه كنبغي نشكر بزاف بزاف التلاميذ ديالي اللي شرفوني بالحصول ديالهم على نقطة 20 في مادة الرياضيات في الامتحان الوطني، ومن بين التلاميذ هادو تلميذة فاطمة الزهراء بولعجين اللي صراحة شرفتني بزاف وفرحتني بزاف، هي و ثلاثة ديال التلامد اخرين اللي غنشد عندهم من بعد الحسابات ديالهم. اذا هادو هما النقط ديال التلميذة فاطمة الزهراء بولعجين، احدى التلميذات ديالي، وحصلت على 20 في مادة الرياضيات في الامتحان الوطني، وفي المراقبة المستمرة 19.17. اذا كنشكرها بزاف مرة اخرى، وصراحة كتستاهل جائزة هي وثلاثة تلامد اخرين اللي غنسجل النقاط ديالهم من بعد. ونتمنى للناس اللي عندهم الاستدراكية التوفيق ان شاء الله، والى اللقاء.